للحديث عن بغداد بين الماضي والحاضر ينضم إلينا عبر سكاي من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين حارث الأزدي. أستاذ حارث مرحبا بكم. بداية يعني ما الذي يمكن قوله في يوم بغداد السنوي، بغداد التاريخ والحاضر والواقع الآن؟ حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين والعاملين فيها لاحتفائها بيوم بغداد السنوي. وأقول كلما هدني شوقي وأضناني الحنين أمسكت بقلمي لأكتب لك عما يجول في خاطري فيخونني التعبير. ينهال دمعي فوق محبرتي ويغزوني السؤال، ماذا أقول أيا بغداد يؤلمني هذا الحنين إذا قلبت أوراقي. وأقول أيضا إذا سكنت بغداد من غير أهلها فإن خرابا في المدينة حاصل، وإن قلع الأخيار منها فإنما تدور بساحات الغياب نوازل. تلاشى أمان راح يسري مغادرا إلى غير ساحات الرشيد يحاول. وأختم، فيا كرخ بغداد الكريم طبائعا تجسد أصل في الرصافة ماثل. ألا أيها الليل الطويل ترقبا لفجر يزيل الظلم للحق حامل. فيا أنت يا بغداد تبقين شوكة بعين عدانا لا دهتك غوائل. أستاذ حارث شكرا على هذه الكلمات المعبرة والجميلة والراقية، لكن لو أردنا أن نتحدث عن بغداد، لماذا كانت بغداد على مر التاريخ محط عيون الغزاة من المغول والصفويين والإنجليز وآخرهم كان الأمريكان؟ لماذا تستهدف بغداد دائما أستاذ حارث؟ بغداد يا سيدي سيدة المدن وتاج البلاد وزهرة البلدان وحاضرة الدنيا ومنارة العلم وموئل العلماء، وهي بحق مجمع الجهات الأربع التي إن سيطرت عليها قوة سهل عليها السيطرة على باقي الجهات. فهي يعني مركزها الجغرافي، قيمتها الحضارية العالية، هي من تعطي لبغداد هذه القيمة التي تجعل من هؤلاء يستهدفون بغداد. ثم أن التاريخ يؤكد أن هذه المدينة العريقة تعرضت لاحتلالات شتى، يعني قارب أحد المؤرخين إلى 30 احتلالا على بغداد، لكنها كلها مضت. أسوأ احتلال هو الاحتلال الأمريكي الذي نعيش آثاره الآن بالتعاون مع إيران وميليشياتها وأحزابها. أستاذ حارث، هل تعتقد أن هوية بغداد العربية والإسلامية الأصيلة التي حافظت عليها لمئات السنين تستطيع الصمود أمام من يسعى لتغيير هذه الهوية أو حتى فرض هويات فرعية وطائفية عليها؟ نعم، مثل ما قلت أن بغداد لما تعرضت إلى 30 احتلالا وصمدت ونهضت من جديد، فهي تصمد أمام هذه يعني التحديات وهذه الصعاب، ويعني هويتها تبقى ثابتة. فالمفردة البغدادية واضحة التميز، مهما طرأ يعني مهما جاء حضرها الطارئون لا يمكن تغيير هوية بغداد، ولا يمكن اللعب بمقدرات بغداد، وإن هدمت وإن يعني هجر أهلها وإن نزح أهلها، لكنها ستبقى هذه الهوية متميزة عن باقي المدن. برأيكم يعني من سيتمكن من إعادة بغداد هيبتها وهويتها؟ على من يمكن التعويل أستاذ حارث في هذا الزمن؟ نعم، الحفظ هو من الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن دعني أقول لك يا سيدي ما قاله ابن المنادي، وهذا متوفى في القرن الرابع الهجري. نعم، يقول بغداد من خزائن الله العظام التي لا يقف على حقيقتها إلا هو وحده، ثم هي بعد ذلك منصورة محبورة، كلما ظن عدوها أنه فائز باستئصال أهلها كبته الله وكبه على منخري. فما ظنك بمدينة هذا تاريخها، الله يحفظها، وفضلا عن
أهلها ويعني بيوتاتها أزقتها. الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. نعم. ثم من بعده يأتي دور أهل بغداد والوصلاء الذين لا يؤثر بهم أي طارئ. من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين حارث الأزدي، شكرا جزيلا لكم.